انت تسميهم الحقوق الأساسية هي تسمية جديدة وتسمية معناها حديثة برشا، معناها مازالت كيف دخلت معناها للمعجم السياسي، ودخلت زادة قول احنا حتى المعجم بتاع الإعلامي بما أني أنا في الإعلام. أما تطورت معناها كيف ما الثقافات الكل، خاطر هي ثقافة وخاطر هي ممارسة وخاطر هي قيم، كيما الحاجات الكل يلزمها تدخل المجتمع. المجتمع التونسي عندها برشا ثنيات، والثنيات المعهودة هما القوانين وهما التعليم وهما الإعلام اللي هما التحسيس. أما من بعد يقعد زادة استنباط الحكاية هذوما كلهم من طرف الفرد. تونس ماهيش من معزل على 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 المحيط نتاعها هي، وما تخلق حتى شيء وحدها. وين يصير في كل مجتمع، كل مجتمع ياخذ حاجات ويهضمهم ويعاود يخرجهم، حتى بلاد ما تخلق حتى شيء. حتى نسخيلوهم البلدان اللي يخلقوا، حتى تقول مش نجم في في المخيال نتاعنا معناها اللي يخلقوا هما البلدان، نقولوا امريكا ولا اوروبا ولا حاجه، حتى كيف يخلقوا على خاطر فما عوامل باش هما يخلقوا الحاجات، عوامل تاريخيه. العوامل التاريخيه نتاع تونس انها في محيط، وفي محيط فيه برشا طيارات. كل مجتمع والمجتمع التونسي كيف يتغذى باللي يجي. دونك تونس تغذيت بهالافكار هذوما على خاطر هي في محيط، على خاطر هي محلوله على محيطها. هذيك علاش يظهر لي نجم نأرخوا للحقوق هذوما، نقولوا احنا القرن التاسع عشر. علاش؟ خاطر القرن التاسع عشر كان قرن نتاع انتشار حقوق الانسان في اوروبا اساسا، وخلط لتونس. نجموش نقولوا زاده اللي الحقوق الكل يجيو مع بعضهم، وما نجموش نقولوا اللي النضالات يجيو الكل مع بعضهم. النضالات يجيو معناها كي نقولوا النضال في ميدان العمل، نقولوا احنا السنديكاليزم في تونس جاب حق من حقوق الانسان اللي هو حق الشغل. انتم معناها في الجيل تاع توا ما عادش تفتوا به، اما هو جاء دخل تونس من وقت الحمايه، ودخلوا زاد الناس يناضلوا، التوانسه اللي دخلوا يناضلوا في النقابات في ذلك الوقت، دخلوا يناضلوا مع فرنساويين ومع طلين ومع برشا معناها برشا ملل، خاطر كانوا الخدامه من ملل الكل. اما بشويه حسوا الخدامه التوانسه انهم ماهمش على فرد معناها على في فرد مستوى. وقتها جات الحركه نتاع فرحات حشاد و 46 والنقابيات معناها تونسوا نقولوا احنا، وحبوا ياخذوا حقوقهم. يعني في هذاك تنجم تقول اللي فما حقوق معنويه اللي هما الكرامه. حتى كلمه الكرامه راهي ماهيش جديده، فهمت؟ كرامه العمل التوانسه في بوتقه ولا في نطاق اللي هو كان نقولوا احنا عالمي، كانت انترناسيونال. هما قالوا اي داكوردو هذا حاجه عالميه، اما احنا في بلادنا ما عندناش حقوقنا. يعني ترالي في الوقت هذاك وفي منبع هاك المخاض هذاك، فما توانسه ربطوا كرامتهم بكرامه الشغل، ومن بعد صاروا حاجات اخرين وجاوا حاجات اخرين. يعني يجيو اوقات في النضالات، والنضالات هما يتلموا يقولوا لي لوت كونفيرج، ومن بعد ال ديفيرج يمشيو هوني والا هوني، ومن بعد يجي وقت اخر ويتلموا والكونفيرج. يعني الحقوق ولا النضالات الحقوقيه تنجم تكون مفرته، اما زاد يجي اوقات اللي يلزمهم يتلموا ويمشيوا في نفس المساق، باش يوليو من بعد قانون، باش يوليو فهمت، باش يوليو ديزاكي. اللي مؤكد انه في تونس صار عندنا معناها تسلسل وتجذر حقوق الانسان الى حد ما، معناها الى مستوى اللي هو اليوم نحسوا انه مستوى ناقص. وانا عندي انا هذاك حاجه تاريخيا فيها برشا ايجابيه. يعني المجتمع قاعد يتحرك،
عندي انا هذاك مؤشر باهي. كيولي مجتمع متعطش ويحب يمشي للاكثر من حقوق انا عندي انا، حاجه باهيه في المجتمع التونسي اليوم. دونك هو متجذر اما مش متجذر بالكفايه، والمجتمع زاد عنده حاجه للحقوق هذوما اكبر من قبل، ما عادش تكفيه. معناها الموجود اللي حصل اللي يوصل له ما عادش يكفيه. توا المشكل هو في الفرد، يعني مش انه ساعة الفرد انه يتقبل، انه يتوجد، انه معناها يفرض نفسه وانه يعترف به. هذا الكل قاعد توا هو المخاض نتاع تونس توا في هذاك. فك العقده هذيك، عندنا عقده توا في تونس، عقده بمعنى تطاحن الحاجات ويزمهم مخاض باش يخرجوا. هذاك علاش اللي انت تسميهم الحقوق الفرديه ولا الحقوق الاساسيه توا رجع وقتهم، يعني رجعوا بقوه كمطلبية معناها عند الناس، على خاطر الوقت هذايا يفرض هذايا. معناها اللي قاعدين عايشين توا في المجتمع التونسي يفرض أن نطلبوا أكثر حقوق فردية وحقوق أساسية. أنا خملي كل شيء مربوط، أما باش نبداو؟ يعني كي يبدا حد زاد هو محتاج ما عندوش خدمة، إيش تحبوا يقول؟ كي تبدا حد ما عندوش مشاكل، إيش تحبوا يقول؟ هذاك اللي موجود في تونس، معناها كل حد ومشاكله. يعني أنا عندي أنا حاجة طبيعية، كي واحد ما عندوش الحاجة الأساسية باش يطالب بها. أما شنو قلت لك قبيليك، معناها المجتمع التونسي هو جسم. يعني فما ناس ينجموا زادة يعرفوا اللي الحاجات هذوما كلهم مربوطة. نعرف اللي مربوطة، خاطر هي كلمة الكرامة، هي كلمة الكرامة تربط كل شيء. الكرامة هي تربط كل شيء، تربط حق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السكنة، والحق في القراية، والحق في التنقل، والحق في كل شيء. معناها هما كلهم حقوق. شو تسميهم انت؟ تسميهم حقوق اجتماعية واقتصادية بركة؟ لا، خاطر احنا نسخايلوا اللي الاقتصاد يقتصر على الخدمة، ما يزيش. احنا في مفترق الطرق، يعني يلزم الفرد يفرض روحه، يفرض روحه كيفاش يفرض روحه، كيفاش يستعرف به. يلزم الدولة تعترف بها، ما حتى الدولة ساعة هي بيدها تقف على ساقيها. وقبيلة قلنا اللي السياسيين مازالوا ياخو يعطيو، مازالوا ما همش قايمين بالمهمة متاعهم كما يلزم، على خاطر مازالوا هما ما فهموش، والمجتمع ما لزهمش يعني، والقوانين ما لزهمش، معناها الوقت مازال ما أنا يظلي قاعدين نخوضوا في الحكاية هذه. أما زادا كيفاش الفرد هو يفرض روحه؟ كيولي هو مواطن، يعني ما تنجمش تفرض روحك إلا الطالب. كما ولايت صغير تنجمش تطلب والديك كل مرة باش يعملوا لك الحاجات، يجي نهار يزمك أنت طالب روحك. يعني احنا الفرد في تونس زادة بخلاف المطلبية اللي هي مشروعة ويلزم نطلبوا الدولة والمؤسسات والقوانين، نطلبوهم باش يعترفوا بالفرد وبحرياته وبتنوعه، داكوردو. المطلبية حاجة هامة وأساسية، أما زاد الفرد هو بيدو يلزم يفرض روحه كفاعل. يعني احنا يلزمنا نبنيه، وهي اسمها هذه اسمها المواطنة، حتى هذيك زادة شانتي كبير. هذيك هو اللي نزم نخوضوا فيه. ما نجموش نوليو عنا حقوق فردية وقت اللي المواطنين هما بيدهم ما يقوموش بواجباتهم، خاطر الحقوق ضدها الواجبات. هذا شيء معناها ستانكوبل، ما تنجمش تقص، ما تنجمش تقول أنا عندي حقوق وقت اللي أنت ما تقومش بواجباتك. ويلزم زادا في تونس هذيك المرحلة هذيك يلزم نخلطوها، يلزم نخوضوها، خاطر هذيك مرحلة أساسية. ومن جملة الحاجات اللي تنجم تجيبهم لنا تجيب لنا سياسة أخرى، على خاطر احنا توا السياسيين هما منبع من المجتمع. يعني بما أنه احنا المجتمع مازالت ما دخلتش فيه الحقوق الفردية بما فيه الكفاية، عندنا هالطبقة السياسية هذه اللي هي ما تنجمش تأدي هالطموح، وما تنجمش تشفي غليل المجتمع التونسي اللي هو توا اليوم متعطش وحاجته بهذاك.